يا خالتي دوك هادي بطولة محترفة فايزة. يا خال الله انحرف بأم عيني يزلع. صطاد ما عنده حتى معنى. دولة فاتحين لنا شوش فاتحين مولود يا غاشي شو تريبيل هذا مخلينه هكداك ما عنده حتى معنى. مخلين تريبيل هكدا شو الغاشي ليه دوك صاد دابا راكب خونا علاش يزحي وحابين تربى والله ما نتربى اقسم بالله تبقى تعامل فيه بهالطريقة غير راح نبقاو هكدا. نعم متابعينا الكرام، هذا المشهد الكارثي المثير للسخرية هو من حاضرات الجزائر، ولا يمكن أن يكون إلا في حاضرات الجزائر في حقيقة الأمر. هادو هما اللي كانوا كيتصنطحوا معانا ومخرجين فينا عينيهم وقال لك باغين ينافسونا في تنظيم كأس إفريقيا 2025. هادو هما اللي كانوا مصدعين لنا راسنا بالملاعب العالمية ونيلسون مانديلا وملعب مغطى وبنية تحتية رياضية وعرفت شنو تلك الخزعبلات والشعارات. شوفوا الفضيحة والكارثة والمهزلة. مدخلين كاميون سهريج سيترنا باش يسقيو الملعب، كاميون داخل الملعب داخل أرضية الملعب باش يسقيو الملعب. والكارثة هنا متابعينا الكرام وهو أن الماء المستخدم، وهذه المسألة قلتها وأكدتها في عدة مرات، كيستخدموا الماء ديال مياه الصرف الصحي لأنه أصلا ما عندهمش الماء في حضارات الجزائر. الماء كتقطع عندهم دابا وساعة، كيجي ثلاثة ساعات وكتقطع نهار كامل، وهادشي معروف عند حضارات الجزائر. فشنو كيديروا؟ كيجيبوا الماء ديال الصرف الصحي باش يسقيو به الملاعب. على داكشي بطبيعة الحال الأرضية في عدد من الملاعب أصبحت غير صالحة، لدرجة على أنه حتى مدرب المنتخب الجزائري ما بقاش لاقي فين يقدر يدرب المنتخب ديالو، لدرجة على أنه كان كيفكر وكان باغي يمشي لتونس باش يدير المعسكر التدريبي ديالو قبل أن يخرج البوصبعي والمخلوق الفقروري ليتهمه بالخيانة وبالعمالة وبأن بالماضي يعمل لأجندة أجنبية وتلك الشعارات الفارغة. لكن خلوني في هذا المشهد، هذا المشهد المضحك المثير للسخريه ديال هذا القوم اللي كانوا مسنطحين معنا ومخرجين فينا عينيهم بانه باغيين ينظموا كاس افريقيا 2025، ودابا راهم جالسين كيبكيو لان المغرب خدا التنظيم، جالسين كيتهموا في الاتحاد الافريقي بانه فاسد، وجالسين كيتهجموا على الدول اللي خدات 2027 اللي هي كينيا اوغندا وتنزانيا. راه اقسم بالله علي العظيم شي هاد الدول كينيا اوغندا وتنزانيا بالرغم من المشاكل اللي عندهم والكوارث اللي عندهم وما الى ذلك، حنا بطبيعه الحال غادي نحترموا هاد الدول، لكن ما غاديش نشوفوا هاد الفضيحه اللي شفناها قبل قليل. ما غاديش نشوفوا مدخلين كاميون سيترنا لارضيه الملعب باش يسقيو الملعب بالمياه ديال الصرف الصحي، ومن بعد غادي يخرج البوصباعي وغادي يقول لك المغرب تامر علينا والكولاسه والقجع هو اللي حيد لينا التنظيم. بالله عليكم واش نتوما ما عندكمش حتى الماء؟ الماء ما عندكمش، طواليطات ديال الملاعب حاشاكم ما فيهمش الماء، وراكم طبيعه الحال شفتوا اثناء زياره اللجنه ديال التفتيش تلك رده الفعل اللي داروها فاش دخلوا الطواليطات حاشاكم. عاد قال لك باغيين ينظموا كاس افريقيا وعندهم ملاعب عالميه ونيلسون مانديلا ما عرفت شنو خزعبلات. هو نيلسون مانديلا شفناه الان، راه هي الكارثه شفناها الان. مدخلين سيترنا لارضيه الملعب باش يسقيوها بالمياه ديال الصرف الصحي. مشهد لن تراه إلا في حضارات الجزائر، كارثة وفضيحة لن تراها إلا في حضارات الجزائر. وغادي يبقى بطبيعة الحال في ذاك التنطيح ديالهم في ذاك الخزعبلات ديالهم والبروباغندا ديالهم، مع العلم أن الفضائح الآن أصبحت عالمية، كل شيء كيشوف هذه الفضائح وكيضحك، والآخرين مخرجين فينا عينيهم. لا بغينا ننظموا بغينا ننافسوا بغينا نديروا ما عرف شنو هذه الخزعبلات كلها. متابعينا الكرام أراكم في فيديو قادم.